لا تكاد تنتهي مشاكل الخريجين في العراق، فالمئات منهم من كليات التربية غير المحاضرين في المدارس في النجف نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بالتعاقد معهم إسوة بأقرانهم من المحاضرين المجانيين. احنا خريجين وما تنسنت لنا الفرصة أنه ننطي محاضرات مجانية، صار شاغر وأكو تخصيصات مالية، صار لنا شهرين بالشمس وبالحر ورمضان وصيام ونتظاهر، ماكو مسؤول وقف ويانا وقفة جادة صحيحة، يعني كلها تسويف ومماطلة، واحد يشمرنا على الثاني، هذا يقول روح لفلان وهذا يقول روح لعلان، وهذا كتاب ما له صحة قانونية يعطونا إياه، هذا شنو بنظرك؟ إطلاق هسه درجات حذف واستحداث للكل. مو لفلان ولفلان ولفلان، هيك الحزب فلان وحزب فلان وحزب فلان، واحنا باقين من خريجين من 2000 لحد هاي اللحظه، بعد ماكو سكوت. وبحسب تاكيد المتظاهرين من الخريجين فان التقاطع الوظيفي للمحاضرين سيفضي الى توفير مئات الوظائف في المجال التربوي بعد تنازل المحاضرين الذين يمتلكون عقودا حكوميه اخرى، داعين الى منحهم تلك الدرجات وتخليصهم من البطالة. احنا ما عندنا شيء، مجرد تقاطع وظيفي، مجرد اكو محاضرين جاي يداومون باكثر من دائرة. يا دولة يا معودين، التقاطع الوظيفي ما يصير واحد يداوم بمكانين، احنا اللي ما صارت لنا فرصة نحاضر خلونا بمكانهم، خليه يداوم بدائرة اللي خيروه وين يريد، بالتربية لو يريد مثلا بالحشد، لو يريد بالزراعة، لو الدائرة الثانية، لو يريد بالجيش خيروه، وإذا قبل بالتربية احنا ما نعلم. وينتظر مئات الخريجين في النجف الأمل بالحصول على درجات وظيفية، فبعد حل مشكلة المحاضرين المجانيين يطالب بقية الخريجين بالنظر لهم وتتويج جهودهم الدراسية بالتعيين والتوظيف. من النجف محمد رزاق، التغيير.